اتفضلي حضرتك. تعالي يا بنت جنبي انا احسن نتوه. تحت امركم يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ عايزين نقابل الست رحبات. يعني حضرتك كنت عايزاها بخصوص ايه؟ يعني عايزينها كده في موضوع خصوصي. يعني حضرتك عايزه تفكي عمل ملبوسه؟ يا اخويا احنا عايزينها كده بذات نفسها هي هي. طيب حضرتك ده رقم 315، حضرتك هتنتظري هنا شويه لغايه ما يجي الدور على رقمك وانا هند عليك، بعد كده هتقابلي السكرتيره وهتكلميها في ملخص عن المشكله، بعديها ب 10 دقائق هتقابلي الشيخه راحبات. كل ده عشان نقابل ست رحبات ليه؟ معلش يا فندم، اتفضل اتفضل. معلش يا خالتي نستحمل، ما يجراش حاجة، مش شايفة الفيلا عاملة ازاي والناس اللي مشغلاهم كل دول خير الأسياد عليها. ده 315، هنقابلها بكرة. يعدوا يعدوا. إيه الأخبار؟ هتدخل لحضرتك والدة المطرب كريم ناصف، اسمها لوزة، مطربة شعبية، عندها مشكلة مع حماة ابنها. حضرتي صور الواد كريم من على الفيسبوك؟ طبعا، صور حماته، صور مراته، صور الفرح كله والعائلة. برافو عليك، اديني 5 دقايق ابص على البروفايل بتاعه وما ندخلهم لي على طول. يلا. اوكي. مدام لوزة، مدام لوزة، يلا اتفضلي معايا. الحمد لله دورنا جه. يلا. كتر خيرك يا حبيبتي، كنت فاكره بعد بكره. لا لا لا، يلا. الحمد لله. تشكريني يا حبيبتي. حبيبتي لما ننزل هبقى اشوفك. اوكي ماشي. يلا يا فوتنا. مساء الخير. ازيك يا بت يا لوزة؟ في البابورك يا بت يا فوتنا، تعالوا. يا بسم الله ما شاء الله يا خالتي، دي عرفت اسامينا. معرفش منين. ويلكم ويلكم. ابني يا ست الشيخة، ابني. من غير ما تقولي أنا شايفها متبهدل على إيد الولية المأمورة اللي اسمها نور عز الدين، عنده مشاكل معاه. بس أنتي لما جيتي عملتي الصح. عملت الصح؟ طب كويس، أنا عملت الصح كويس. شحتوت يا ملطوط، فك كل مربوط. تعالوا. حاضر، تعالي. ايوه ست الكل. مش دي الولايه المأمورة؟ ايوه هي بعينها تنشك في معامعها البعيدة. ايوه يا اختي، بس انت عرفتيها ازاي؟ ما تسأليش كتير. دي صورة ابنك؟ ايوه، حبيب امه، قلب امه، كيمو. هو يا خالتي كريم. اقعدوا. حاضر، اقعدي. هي الولية نور دي عندها فيسبوك؟ عندها ايه؟ هي عندها عربيتين واقفين قدام باب الفيلا سدين الشارع، بس احنا ما نعرفش ماركتهم ايه. يا خسارة، لو كان عندها فيسبوك كنت بعت لها العمل على البروفايل بتاعها، بس ملحوقة. انا بقى هديكي ازازة ترش منها على باب بيت ابنك. اول ليلة قمرية كل 3 ليالي لحد ما القمر يبقى بدر. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا ست الكل. 3 ليالي والليلة قمرية والقمر يبقى بدر، فهمت. وتجيني بعد 21 يوم، واوعي تتأخري، أنا حذرتك. مش هتأخر، الليلة 21 هتلاقيني بايتة جوه العتبة مش على العتبة. أيوة كده. إن ما وريتك يا نور، إن ما خليتك تلفي حوالين نفسك. جالك جالك اللي يهد حيلك ويقصف عمرك، جالك يا مستقوية يا مفترية. Thank you.
هاي ازيك يا طنط؟ اهلا حبيبتي. عامله ايه؟ انا مش 100 مره يا حبيبتي قلت لك ما تقوليش يا طنط. طنط دي بتكبرني. امال اقول لحضرتك ايه؟ قولي لي يا خالتي. بصي وتكوري الحته اللي فوق دي. بصي خالتي. خالتي؟ اه انت في معزه فتنه بنت اختي واللي تتجوز ابني تقولي يا ايه؟ يا حماتي. حماتي ايه في وشي؟ يا بنتي ده انا ابني دوت جايباه وانا عندي 14 سنه خطفوني من الشارع جوزوني. قول يا اختي ما كانوش لاقيين ياكلوني ولا ايه؟ ما تفهميش انا لسه لغايه دلوقتي اون ستيج فنانه. اه طبعا طبعا. هتقولي لي ايه؟ يا خالتي. خالتي اتشي يا مرات ابني. تعالي يا حبيبتي. ايه الضهر المتين ده؟ زي القمر. ميرسي يا خالتي. الله عليكي اتفضلي. حاضر. شعرك لا ده انا كنت فاكراك انك يا بوستيجه. لا يا طنط ده طبيعي. اه ما انا اتاكدت. اتفضلي حضرتك اتفضلي. ما شاء الله. منورانا يا لوزه يا قمر. انت ده انت يا حبيبي اللي بيتك منور بيك. كريم ادي الطنط. لا ماما لاش في الفراوله. عامله ايه ده؟ ده جوافه. هاتي الجوافه. انا وشك. شكرا. اتفضلي يا حبيبتي. من يد من اعدمها يا حبيبي. طمنيني على بابا بقى، ما جاش معاكي ليه؟ قاعد في البيت مستني زبون يدفع له عربون، قال لي مش هتحتح من البيت. عشان كده. اعمل ايه؟ اعمل ايه مع الواد كريم ده؟ مش عارفه اوصل معاه الحل. يا رب اعمل ايه؟ ما تقولولي، قولولي. يا رب البيت خلاص بطنها قربت تبان. هنعمل ايه يا رب؟ طيب طب يا احاسيس الكلب وحياه امك تسالي اخلي صوتك ميوت. انا طلعالك عمال يغني لي انا قلبي في حبك مشروخ وكل ما بشوفك ادوخ. طب شوفني ودوخ بقى وريني هتعمل ايه لما تشوفني. اشرب يا ماما. حاضر يا حبيبي. صدقي ماما. ماما يا اهلا يا اهلا يا اهلا. لوز اللوز هنا بالحب 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 بالحب. وحشتيني وحشتيني. معقوله معقوله ما تعديش عليا؟ معقوله؟ لا 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 تعالي تعالي. تعالي فين؟ تعالي عندي. ده انا هاكلك صينيه عدس بالبشاميل تاكلي صوابعك وراه. انا بشاميل؟ لا صينية عدس بالبشاميل. لا انا لسه متغديه اصلا. خديها معاك هلفها. تعالي بس. لا بعدين خليها بعدين. ازاي الاستاذ؟ استاذ مين؟ الاستاذ جوزي لفندي. جوزانا؟ اه بقى استاذ. اه بوس عدبيه لفندي. اه بيبوس ايدك يا ست الكل. سلمي لي عليه. الله يخليك. بوسهولي من هنا ومن هنا. ابوسهولك. اه اقعدي استريحي. حاضر. الكنبه دي مريحه ولا تقعدي فين؟ تعالي تعالي. لوز اللوز منوراني. خليك. حماتك واقفه ساكته. معلش. تشربي ايه؟ انا ما بشرب اهو. الشعر الجميل ده. الشعر اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. منورين. بركاتك يا رحبايه.